السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، ونتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم. نبداو على بركة الله. واش نحتاجو؟ لوازم الخياطة نتاعنا نتاع الجلد نتاع سكاي نحتاجو. ها هو، شوفوا، جبت 3 متر نتاع الجلد نتاع سكاي في هذا اللون البني. الجلد نتاع سكاي شحال راه يدير؟ كاين اللي راه يبيعه 50000 المتر، كاين اللي يبيعه 45000. راه كاين، يوجد في كل المحلات، كاع المحلات راه عندهم، لكن من شريته شريته من عند المحل تاع المرحوم اللي جاي في البريكي عند القهوه تاع القصادري. وشريت اللون البني، وشريت اللون هذا البلون كاسي، وشريت باش نغلفو باش لا دوبلوغ نتاع الغلاف نتاع الكراسي. ها هو هذا شريته من عند المحل تاع يوسف 10000 المتر، جبت 2 متر. نبديو على بركه الله، نبديو في الطريقه تاع الفصاله. واش باش نبدي بالمتر ونص نخدموا به الغلاف تاع الطاوله، ويبقى لنا متر ونص نخدموا ربعه نتاع الغلاف تاع الكراسي، نخدم غلاف الثلاجه والغلاف نتاع الميكروفون. نحيد هادو، هذا نخليه للطاوله. المهم نبديو على بركه الله. هنا قلت لكم نحتاجوا متر ونص نتاع الغلاف نتاع الطاوله. هنا طويت الجلد نتاعنا طويته على 4. هادو اللي هنا في الكوا باش ما يقعدوناش مهاودين، هنا نضرفه ونولي نطراسي باش ندير نديرو التزيين. التزيين اختيار ليكم، راه التزيين بزاف تاع هاهي. شوف هاد الطريقه نضرف هاد المربعات باش ما يقعدوناش طايحين من هنا. هاهي شوفوا، كاين المقاس تاع الزيكزاك وكاين المقاس تاع القواس، جبت المقاس تاع القواس. تخليو هادو ما ترميوهمش، تحتاجوهم هادو. بهذه الطريقه نديرو القواس تاعنا نتاع الطاوله، هاي نتاع الغلاف نتاع الطاويله، وتوليو تقصو بالمقص تاع الزيكزاك. هاي ديروا القواس باي حاجه، بالحاجه اللي تناسبكم خدموا بها. راني نخدم بهذا البطا، بهذه تاع اليايوت، هذه راني ندير بها القواس. هاي نكمل كاع القواس تاعي الغلاف تاع الطابله قصص ونوريكم. التزيين تاع الغلاف نتاعنا تاع الطاوله سقته حطيته هنا ونخيطه في الماكينه. تخيطوه متلصقوش، كي تلصقوه يولي ينقلع، لكن تخيطوه في الماكينه احسن. درت هذا الموتيف عاود هنا، ها هو هادو. التزيين اختيار ليكم. هاي القواس، ها هما كملتهم هنا، درت له القواس. ها هي الغلاف نتاعنا تاع الطاوله، نكملها ونوريكم النتيجه. النتيجه نتاع الجلد نتاعنا كملتها، هو الجلد نتاعنا تاع الطاويله. التزيين اللي راني دايرته خيطته، ما لصقتهاش بالكولا، لصقت بالكولا غير هادو لصقتهم بالكولا. هاد الجلوبال بويد خيطتهم، لكن هادو الصغار لصقتهم بالكولا. تلصقوا بالكولا هذه، هاد الكولا اللي تخدم لكم في السكاي. هذه تلصق في الجلد، لكن تلصقوا بنتاع المسدس اللاصق ما تلصق لكمش، يلصق لكن يولي يطير. وهذه تلصقوا بهذه، ها هي، تقدروا ترفدوا المركب. ها هما قلتلكم هادو خيطتهم، هذا عاود خيطته. نزيد نكمل الطريقه تاع الغلاف تاع الكراسي ونوريكم النتيجه. المتر ونص اللي بقى لنا تراسيت باش نقلع ربعه نتاع الكراسي، وجهه نتاع الميكرو اوند، وجهه نتاع الثلاجه. هاي هنا باش قلعت نتاع الكراسي، كل جهه نقلع فيها العرض نتاعها 42 سنتيم والطول 44 سنتيم، نقلع ربعه. والميكرو اوند درت فيه العرض نتاعها 32 سنتيم والطول 91 سنتيم، واللي بقى نديروه غطاء الثلاجه. نقصص لا دوبلوغ تاع الكراسة ونوريكم النتيجه. النتيجه النهائيه تاع الغلاف تاعنا تاع الثلاجه كملتها، درت له جيب. وهنا التزيين الاختيار ليكم، انا درت هذا التزيين، تاع التزيين جا شباب، لكن الاختيار ليكم التزيين. ها هي شوفوا جا شباب. والغلاف تاع الميكروفون ها هو عاود هذه الجهه اللي تجينا على اليسار باش تجينا باينه.
ديروا غير من جهه، ديروا ها هو الغلاف تاع الطاوله وردتكم، وهنا الغلاف تاع الكاس هو درته، ما درتش على زوج، درنا غير على واحد غير الجهه التحتانيه. نعطيكم الطريقه كيفاش تخدموا هاد لي بلي. ها هي تجيو بهذه الطريقه هنا باش تخدموا هذا الغلاف تاع الكرسي، وتجيبوا القماش تاعكم تاع لا دوبلور، ديروا فيه 8 سنتيم تاع العرض والطول 2 متر. ها هي وتجيو نجيو ها هي تجيو بهذه الطريقه وتبليي. ها هي تبليي وتبليي ودوروا، ما درتش منها، درت غير على جهه وتبليي ودوروه باش كي تكملوا في الاخير دخلوا البونجه وتخيطوا خياطه، تفوتوا عليه بخياطه وديروا باش تكرسوا الكرسي. هذه هي الطريقه اللي باش تخدموا الغلاف تاع الكرسي. شوف خدمتهم بهذه الطريقه، نكملهم ونوريكم النتيجه. خيط الغلاف تاعنا تاع الكرسي، خيطته واش تزيدو تقبضو هنا الوسط، تقبضو الجهة تاع الوسط وتخيطو كي الفي هاكا، تجيبو خط بهاد الطريقة وخط هنا زوج تاع الخطوط. شوف تبقى لي الجهه الثانيه نخيطها ونوريكم النتيجه. النتيجه النهائيه اكسسوارات المطبخ بجلد السكاي، كملتهم ما خدمنا الجلد نتاع الطاوله، وخدمنا غلاف الكراسي وغلاف الثلاجه، غطاء الثلاجه عفوا، وغطاء الميكرو اوند. هيا 3 متر نتاع جلد نتاع السكاي. الخدمه نعطيكم خدمه يديكم باش تخدموا، كي الزبونه تجيب لكم الجلد وتقول لكم خدموا لي خدمه يديكم، تحسبوها 150 ألف. وإلا كان عندكم نتوما درتو سكاي من عندكم، تحسبوا سكاي شحال شريتوه وتزيدوا خدمة يديكم. شوفوا الجلد نتاعنا تاع الطاولة راهم يديروا فوقه طوانسيري الشفاف، هاهو شوفوا يجي شباب. الخدمة نتاع الجلد نتاعنا تاع سكاي شوية صعيبة وتقبض الوقت. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وكذلك تدعموا القناه. مع السلامه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.